عندما نقول عنكم إرهابيين أو مرتزقة فلم نظلمكم بوصفكم، تقدمون أبناء جلدتكم قرابين لسادتكم وتضحون ببلدكم خدمة لجنوبكم. سلطان مراد وسليمان شاه وأبو عمشة وأبو حاتم شقرة وحمزات وأحرار شرقية ستبقون عارا على الهوية السورية. أدرك السوريون أن عدو جدك لن يودك، وأنتم يحتار المرأة في وصفكم أيها المرتزقة. فما الذي فعله المتظاهرون لتعتقلوهم؟ وإلى أين تريدون أن تصلوا من وراء هذه السياسات؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. بهذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سيد رامي عبد الرحمن. سيد رامي، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذن ما الذي تريده هذه الفصائل من وراء سياساتها باعتقال المتظاهرين الذين خرجوا ضد سياسات المحتل التركي سيد رامي؟ نعم، صباح الخير. طبعا هذا يظهر بأن هذه الفصائل ليست إلا فصائل مرتزقة لدى الاحتلال التركي، ليست إلا مجموعات شبيحة لدى أردوغان، لا يختلفون عن شبيحة النظام بشيء، بل هم ذات الثقافة، ذات الفكر، ذات المنهجية في قضية اعتقال كل من يعارضهم. وشاهدنا حقيقة الأمر بأن بدلا من أن ينددوا بقضية الاعتقالات القادة السياسيين للمعارضة المتواجدين في تركيا، قاموا بعملية تنديد بإحراق العلم التركي وكان أنه كتاب مقدس، وإحراقه يمس الشعب السوري، بينما هو أحرق داخل الأراضي السورية وفي مناطق الاحتلال التركي. إذا ما كان هذا العلم يمثل رمز لدولة الاحتلال، لماذا يعني هناك شيء يحل، يعني هو حلال بالنسبة لهذه المجموعات بارتكابه؟ نعم. وشيء آخر هو يعتبر من المحرمات. أعتقد بأن ما شاهدناه في الشمال السوري المحتل والذي يقول البعض عنه محرر ليس إلا وسيلة قمع جديدة من قبل مجموعات موالية للاحتلال التركي، وشاهدنا كيف تسارعوا حقيقة الأمر لإثبات طاعتهم وولائهم لسيدهم وقائدهم أردوغان عندما بدأوا يصدرون البيانات بالتنديد بإحراق العلم التركي، وتناسوا بأن المظاهرات من الشباب السوري السائر المهجر إلى تلك المنطقة بسبب عملية اتفاقيات روسية تركية، خرج للتنديد بتصريحات وزير الخارجية التركي الذي دعا إلى مصالحة ما بين النظام والمعارضة، وكأنه شيئا لم يكن، وكأن هناك ليس هناك مئات آلاف الشهداء، وليس هناك يعني أكثر من 100,000 قضوا تحت التعذيب. والمضحك والذي يدعونا للسخرية بأن عبد الرحمن مصطفى خرج علينا هو وأحد قيادات الائتلاف في مؤتمر للشباب في غازي عنتاب في الوقت الذي كان الشباب السوري يعتقل على يد أجهزة عبد الرحمن مصطفى من الفصائل في ريف حلب الشمالي. طيب أستاذ رامي، يعني اليوم من خلال هذه المتابعة عن كثب، ما الخيارات التي باتت مطروحة اليوم أمام المدنيين الرافضين لسياسات المحتل التركي وسط آلة القمع التي تمارس بحقهم اليوم؟ يا سيدي، من وقف في وجه آلة قمع نظام بشار الأسد يستطيع أن يقف في وجه آلة القمع التركية، حتى لو كان هناك البعض حقيقة الأمر لا نريد أن ندخل في مصطلحات غير أخلاقية يريد أن يتسارع ليثبت هذا الولاء مثل ما قلنا، ولكن بالنهاية هناك الذين تظاهرهم ثوار. ودعني أقول لك بأن هناك عشرات آلاف المهجرين في عفرين هم غير راضين على سياسة تهجيرهم إلى عفرين، هم غير راضين على سياسة القمع التي تجري من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته والفصائل التابعة لهذا المحتل في عفرين. لذلك أقول السائر الذي وقف في وجه نظام بشار الأسد لا يمكن أن يتحول إلى تاجر إذا ما كان هو سائر حقيقي ومن طلاب الديمقراطية وليس من طلاب الطائفية والعرقية وتدمير سوريا وتفتيت سوريا.
طيب في حال اليوم استمرت أو استمر الاحتلال التركي بسياساته وكما صرح عنها ضرورة التصالح كما أسماها التصالح مع يعني الحكومة السورية أستاذ رامي، اليوم ما الواجب على هذا الشعب الذي حضرتك وصفته الشعب الثائر القيام به، خصوصا أننا تابعنا أو بدأنا نتابع بوادر قمع شديدة؟ يعني هل اليوم يملكون أي خيار بديل عن هذه الفصائل التي يقبعون تحت وصايتها تحت رحمتها، يعني ربما يعجز اللسان عن وصفهم أستاذ رامي؟ نعم يملكون كل الخيارات، أن يبقى الإنسان سائر إلى ما لا نهاية، أن يرفض هذه المصالحات المذلة مع النظام السوري. دعني أقول لك ماذا يختلف عبد الرحمن مصطفى الذي يروج للتركي، الذي يقوم بقمع واعتقالات أبناء يعني الأبناء السوريين المهجرين إلى الشمال السوري، عن عبد الحكيم بشار أو يعني الذي خرج ليبرر جرائم الاحتلال التركي في عفرين ويقول بأن الحالة ذهبية. لذلك أقول بأن هؤلاء القادة السياسيين من أدعياء المعارضة السورية ليسوا إلا أداة ومرتزقة كإبراهيم برو كعبد الحكيم بشار الذين يعني شاهدناهم، يعني نتحدث بواقعية، هم من أبناء الكرد السوريين، بدلا من أن يدافعوا عن السوريين الكرد الذين هجروا من عفرين كانوا يبررون جرائم أبو عمشة وغيره ويقولون بأنها فردية بحق الكرد. ذات الشيء سوف نشاهد عبد الرحمن مصطفى وآخرين يبررون الانتهاكات التي تحصل بحق السوريين السائرين المهجرين إلى الشمال السوري تحت الاتفاقية الروسية التركية. ودعنا نذكر المواطن السوري الذي لا يريد أن يعلم، وهو الكثير منهم يعلمون، بأنه أحياء حلب الشرقية المدمرة جرى مقايدتها بين الروس وأردوغان مقابل مناطق درع الفرات، عفرين مقابل الغوطة الشرقية، وريف إدلب الشرقي مقابل مناطق رأس العين وطل أبيض، أي أن التاجر أردوغان مع التاجر والمجرم بوتين هم الذين يعني أدوا إلى تهجير اتفاقياتهم. وربما أستاذ رامي لو قدمت لأردوغان أي مناطق أخرى أو السماح له بشن عدوان جديد في شمال وشرق سوريا لتخلى عن إدلب أيضا. بشكل قطعي، ونحن شاهدنا أنه قال بأنه يريد أن يقوم منطقة فصل، منطقة من ذوات السلاح ما بين النظام والمعارضة في إدلب. لذلك أقول بأنه منذ البداية ومنذ العام الأول للثورة السورية كلمتي كانت واضحة بأن أردوغان أكبر متاجر بدماء أبناء الشعب السوري، وأكبر من دعم الإرهاب في سوريا عبر السماح بدخول عشرات آلاف المتطرفين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الذي ساهم بتدمير سوريا وتدمير ثورة الشعب السوري. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من سويسرا ينضم إلينا المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بسوريا السيد إبراهيم ملكي. سيد إبراهيم مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذن معتقلين لمجرد أنهم تظاهروا ضد سياسات محتل تركي أدركوا بأنه قد يطعم بالشعب السوري ويقدمهم قربانا لمصالحه الشخصية، طبعا نتحدث عن محتل تركي. سيد إبراهيم، هؤلاء المعتقلين ما الذنب الذي اقترفوه على الأرض؟ صباح الخير لكم وللمستمعين. أهلا بك. أولا نحن قبل كل شيء ما ننسى كل ما قدمته تركيا من مساعدات لملايين السوريين الذين لجأوا إليها. ونقدر الوضع الجيوسياسي تماما اللي موضوع فيه. لكن نحن أيضا نقول حرق الرمز الوطني التركي مرفوض، وهذا يعد عمل غوغائي مرفوض. ويمس سيادة الدولة. أما موضوع الاعتقالات والتوقيف، هذا الحكومة التركية نقل إليهم أنه نحن لا نتدخل بشؤونكم ومصالحكم وسياساتكم، وبنفس الوقت نريد قرارا مستقلا وحق. نحن ثورتنا لا تصالح نظام مستبد وقاتل ومجرم. هناك التوقيف مرفوض
بما أنها تظاهرة سلمية تعبر عن معاناة شعب أو تعبر عن سياسة ونهج للثورة السورية. هذا الموضوع مهم. نحن نرفض الاعتقال ونرفض التوقيف من كان فصائل تابعة أو حق الشعب السوري بالتظاهر. بالأصل الثورة السورية كانت ثورة حرية وكرامة. نعم. حرية وعدم بالأصل يعني الثورة السورية يعني منذ انطلاقتها أحرقت الأعلام والرموز التي تدل على الحكومة السورية وما شابه ذلك أستاذ إبراهيم، لكن اليوم هذا الشعب غاضب، هذا الشعب من حقنا. هذا من لكن حقنا. فقط نعم، لكن اليوم هذا الشعب غاضب. يعني اليوم تصريحات تشاوش أوغلو أو حتى تصريحات أردوغان الأخيرة كانت مستفزة. يعني اليوم نتحدث عن آلاف من يعني هؤلاء لا. أولياء دم أستاذ إبراهيم، هؤلاء المتواجدين اليوم هم أولياء دم، فمن المتوقع أن يبدر منهم أي شيء عندما يتم استفزازهم بهذه الطريقة. نعم، هذا الموقف صحيح سليم، أننا ضد التدخل أو جر الموقف الوطني السوري أو الثورة السورية إلى مكان آخر لا نقبل فيه، وهذا طبعا مرفوض، ولا نقبل أن تتدخل أي دولة كانت صديقة أو غير صديقة، لكن بنفس الوقت نحن لا نتدخل في شؤونهم وهذا رأيهم. يعني الثورة السورية كما تفضلت هي ثورة دم، وقدم الشعب آلاف الضحايا لأجل الخلاص من الاستبداد ومن أجل حريته وكرامته. وبنفس الوقت نتعامل مع الدول بتعامل لا تدخل في شؤوننا وفي ثورتنا. نتحدث عن فصائل أستاذ إبراهيم، نتحدث عن فصائل، اعتقلت تمر واقع. طيب اعتقلت مرفوضة. المدنيين أو اعتقلت من تظاهر ضد التصريحات التركية وقدمته كقربان للدولة التركية أو لسادتهم في الدولة التركية. أن السلطات في المنطقة في شمال سوريا لا يحق لها للفصائل اعتقال أي شخص. هناك سلطة قضائية، هناك قانون يجب أن يحاسب. وقلت أنا أنه موضوع نحن لا نتدخل في شؤون الغير، ومصلحتنا مصلحتنا الوطنية تتطلب زيادة الأصدقاء وتحسين العلاقة مع الأصدقاء وعدم الإساءة إلى الرمز الوطني. أنا كنت أتمنى أنه تكون التظاهر ضد قرار داود أوغلو ونرفض التدخل أو المساومة على قرارنا مع لكن سيد إبراهيم السوري. هؤلاء ليسوا بمواطنين أتراك، هؤلاء ليسوا بمواطنين أتراك كي يتظاهروا ضد قرار. هم يعني أرادوا أن يخرج المحتل التركي بسياساته ويترك لهم طريقهم الذي شقوه منذ البداية. من العام سوريا محتلة من دول عديدة، وأنت تعرف أن سوريا محتلة من إيران وروسيا وأمريكا وتركيا وإلى آخره. هذه المسألة يجب أن تكون قبل الاعتقال. وأنا رأيي أنه كل ما يمس بالسيادة وخصوصا العلم، العلم هذا رمز حق بالتظاهر وحق بالتعبير السلمي الحضاري، هذا موؤن. وبنفس الوقت أعود لسؤالك أنه الاعتقالات مرفوضة على هذه الخلفية. يعني خلونا حضاريين، خلونا نتظاهر بشكل سلمي، خلونا نعبر عن آرائنا ومواقفنا. أنا أعتبر الحراك الآن هي تجديد للثورة، هي الثورة الثانية للخلاص من الاستبداد والخلاص من الاحتلالات وتملك قرار سياسي سوري مستقل. وكل من يمس القرار الثوري في سوريا سوف يلقى
هذا الجواب. طيب سيد إبراهيم، يعني كمحامي وعضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، هل ستتابعون أوضاع هؤلاء المعتقلين الذين اعتقلتهم الفصائل المسلحة تماماً وقدمتهم إلى الجانب التركي؟ يعني ربما الجانب التركي لديه تاريخ حافل في اعتقال ومصادرة حرية الرأي واعتقالات تعسفية وتغييب قسري أيضا. صح صح، أنا هناك انتهاكات تمارسها هذه الفصائل ويمارسها غيره من الانتهاكات لحقوق الإنسان. طبعا نحن متابعين لهذه القضية وفي تواصلات مباشرة، نرفض، يجب أن تقدمهم إلى قضاء، فقط من مس سيادة أو علم دولة نعتبرها صديقة لكن بحدود لا تتدخل في شؤوننا. وبالتالي كل من تظاهر بشكل سلمي وحضاري هذا من حقه، ولن نسمح لا فصائل ولا غير فصائل بتوقيفه. هناك بعض الغوغائيين ممكن يتقدموا إلى محكمة، إلى قضاء إذا كان هناك ما يمس القانون الداخلي. السيد إبراهيم أشكرك. السيد إبراهيم ملكي المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بسوريا، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من سويسرا، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمعة العيسى. أستاذ جمعة مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. يعني اليوم بعد تصريحات الاحتلال التركي بضرورة المصالحة مع الحكومة السورية، لم يمس بكرامة السوريين الذين تظاهروا ضد هذه التصريحات، إنما إحراق العلم هو مس بكرامة تركيا، وتم اعتقال منفذ هذه العملية وتقديمه للجانب التركي وكأنه مواطن تركي ويحق لتركيا محاكمته وما شابه ذلك. أستاذ جمعة، قراءتكم لهذا المشهد الذي قام على الأرض بعد تظاهرات غاضبة على قرار أو تصريح مصيري بحق هؤلاء؟ الله مساءك ومساء مشاهدي أهلا بك تلفزيون اليوم. صديقي، اليوم ما حصل هو أن تركيا كما سائر دول العالم رأت أنه لا مجال في الساحات السورية سوى للصلح والإصلاح والتصالح أيضا، ورأوا أيضا أن لا بد وأن الجيش العربي السوري منتصر في النهاية وسيحرر أراضيه، أي أن لا فائدة من هذا الاحتلال والمزيد من الاحتلال في الأراضي السورية. ما حصل أن أردوغان وأزلام أردوغان قالوا أنه ممكن أن يكون هناك اتصال، طبعا لا يوجد لغاية الآن شيء حقيقي على الأرض. اليوم في الجمهورية العربية السورية وفي القيادة السورية الرأي معروف أنه تركيا دولة احتلال، أي شيء أي حوار يجب أن يكون بعد، يعني بل ذهبت سوريا إلى أكثر من ذلك. أستاذ جمعة، ذهبت سوريا إلى أكثر من ذلك بوصف تركيا دولة راعية للإرهاب وهي من أدخل الإرهابيين إلى سوريا وما شابه ذلك. هذا وصف هم الأتراك يعرفون أنهم هم يعني الإرهاب، هم المتواجدون الآن في الشمال السوري. نعم، بلغهم في إدلب فقط السوري من حدود محافظة اللاذقية إلى إدلب مرورا بريف حلب ثم إلى ريف الرقة. من الموجود هناك؟ هل هم ملائكة؟ لا، هم إرهابيين. يعني وهم من نفذوا عمليات الاعتقال مؤخرا، الاعتقالات التعسفية وتقديم المواطنين السوريين. أستاذ جمعة، تقديم المواطنين السوريين للاحتلال التركي كي يتم محاكمتهم. تركيا ماذا تفعل في الشمال السوري؟ بالضبط، أليس احتلال؟ طيب، يعني اليوم الفصائل المتواجدة هناك هي من اعتقلت السوريين وقدمتهم على أنهم يعني باعتبارهم حتى لو كانوا مواطنين أتراك لم يقدموا بهذه الطريقة. أستاذ جمعة، تم تقديمهم إلى الاحتلال التركي كي يتم محاسبتهم لإحراقهم العالم التركي. صديقي، هؤلاء الإرهابيين اليوم أثبتوا ولاءهم لأردوغان، أي أنهم كلاب أوصياء لتركيا. اليوم رقم اختلافي مع المتظاهرين فيما تظاهروا لأجله، إلا أن حرق العلم التركي وهو علم لدولة احتلال في أراضي الجمهورية العربية السورية هو حق للسوريين بالضبط أينما كانوا. لكن أن يقوم إرهابي أردوغان
في هذه الاعتقالات هذا شيء مرفوض. ثانيا اليوم عدا هذه الاعتقالات هناك المصطومة. المصطومة ماذا فعل الجنود الأتراك المتواجدين في نقطة مراقبة كما سموها في دجلة؟ قاموا بإلقاء القنابل الغازية على المتظاهرين في معبر جرابلس. معبر جرابلس قام الجنود الأتراك بإطلاق النار على المتظاهرين. ليس فقط الاعتقالات، هناك ترهيب. ومن يساعد دولة الاحتلال ضد السوريين هم هؤلاء الفصائل التي رعاها ويعني تأتمر بأمرة الاحتلال التركي. أستاذ جمعة، نعم صديقي، قلناها اليوم هم كلاب أوفياء لأردوغان ضد أبناء بلدين. اليوم عندما يحاربون الجيش العربي السوري بدعم التركي، نفس النشخة الآن هم يحاربون أيضا الإرهابيين الذين معهم أو بالأخر أبناء المنطقة الذين هم فيها أيضا نظام لأردوغان. اليوم أيضا يحاربون ويشدون العداء ضد قسد أيضا بدعم تركي. هؤلاء مرتزقة. طيب أستاذ جمعة، من وجهة نظركم ومن خلال متابعتكم لهذه التطورات الميدانية وأيضا الإقليمية، إلى أين تسير المنطقة وما مصير الاحتلال التركي في المناطق السورية وفصائله التي يراها؟ بشكل عام وليس فقط بالنسبة للاحتلال التركي، اليوم أدرك العالم جميعا أن في سوريا لا يمكن إلا وأن يكون حل سياسي، وذلك بالحوار مع دمشق، مع الحكومة الوطنية في دمشق، مع الجيش العربي السوري، سواء كان الاحتلال التركي ومن يدعمه في الشمال السوري، سواء كان الاحتلال الأمريكي ومن يدعمه في الجزيرة السورية. جميع الدول حتى الإمارات، قطر، السعودية، هؤلاء هم من كانوا يدعمون الإرهاب ويدفعونه. والإرهابيين في إدلب هم حصان طروادة الذي دخل به أردوغان إلى الشمال السوري. شيء ليس بجديد على هؤلاء الإرهابيين. نحن اليوم ندعو جميع أبناء المنطقة، جميع أبناء المناطق في سوريا إلى ثورة لو في الكلمة ضد جميع أنواع هذه الاحتلالات ومن يمثلوها على الأرض. الأستاذ جمعة العيسى، الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدين الكرام، وفي ملفنا الثاني، وسط تبادل الاتهامات بين الروس والأوكرانيين حول حوادث القصف التي طالت منشأة زاباروجيا كبرى المحطات النووية في أوروبا، هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده ستستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على المحطة أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار منها. فما المستجدات وإلى أين وصل المشهد الأوكراني وما الخيارات اليوم؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. بهذا الصدد ينضم إلينا من باريس الصحفي نبيل شوفان. أستاذ نبيل، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. إذن تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف كالمعتاد، ولكن هذه المرة تصاعدت وتيرتها فيما يخص محطة زاباروجيا النووية. ما قراءتكم للمشهد القائم اليوم، وهل تبادل الاتهامات هذا يعني سيجلب نوع من الحل لكلا الجانبين؟ مساء الخير لك، أو صباح الخير لك وللساده المشاهدين. يعني الاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو بشأن قصف زاباروجيا، أعتقد أن كلا الجانبين محق عندما يتهم الآخر. فالرئيس الأوكراني مثلا يوم أمس كان هو من أعلن بنفسه بأن
قواته ستستهدف الجنود الروس قرب محطة زاباروجيا، الذين يستهدفون الجنود الأوكرانيين قرب محطة زاباروجيا. إذن هذا اعتراف أوكراني، ولو أن القوات الأوكرانية تدافع عن نفسها، إلا أنه اعتراف بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة قرب المحطة النووية، على عكس طلب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالابتعاد بالاشتباكات عن هذه المحطة النووية، لأنها تشكل خطرا كبيرا، والوضع يعني حرج جدا قرب المحطة. أيضا روسيا يعني من المؤكد أنها قصفت قرب المحطة النووية، إذ أنها سيطرت عليها، وكيف سيطرت عليها دون أن تدور اشتباكات داخل المحطة، كما تابعنا منذ 4 أو 5 أشهر، يعني بعد شهر من ابتداء الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم أيضا الاشتباكات التي أو القصف الذي جرى قرب المحطة، والذي ما تزال كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأنه. لكن الأهم هو الابتعاد بالاشتباكات عن هذه المحطة النووية، لأن الخطر يحدق بالمفاعلات، وهي أكبر محطة في أوروبا. صحيح. وهناك يعني أنباء عن تضرر حسب سلطات كييف، هناك حيث قالت بأن أحد المفاعلات تضرر، وأن هناك تسريبات إشاعية ولو أنها محدودة. لكن على كل حال الأطراف مطالبة بالابتعاد، وكان هناك دعوات أممية لجعل المنطقة منطقة خالية من السلاح، لكن هل ستستجيب موسكو؟ يعني هناك أستاذ نبيل أيضا الدفاع الروسية أكدت بأن القوات الأوكرانية تواصل استهداف محطة كاخوفوسكايا الكهرومائية بصواريخ هيمارس الأمريكية. طبعا هذه المحطة يعني ستسفر عن خلق اضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه، وقد تؤدي أيضا إلى يعني تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط، وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زاباروجيا الكهروذرية أو النووية. أستاذ نبيل، يعني بصراحة كلما طالت هذه الحرب، كلما صعب السيطرة عليها، يعني كلما خرجت عن نطاق السيطرة. نحن نتابع مسار هذه الحرب منذ البداية، والأوكرانيين يعني حققوا نجاحات مفاجئة في الدفاع عن، وبالتالي تغيرت كل الخطط الروسية منذ أول يوم. تغيرت صحيح. الخطط الروسية التي كانت تريد قلب النظام والسيطرة على كييف، ثم انسحبت إلى الجنوب والشرق، ثم انكفأت إلى الشرق، ثم اكتفت بخيرسون وماريوبول، واستغنت عن مهاجمة أوديسا بدليل الاتفاق الذي اتفاق نقل الحبوب يتضمن عدم مهاجمة روسيا ميناء أوديسا، وبالتالي لن تستطيع روسيا إذن حرمان أوكرانيا مثلا من وجود ميناء على البحر الأسود. وبالتالي أعتقد أن الحرب ما تزال طويلة، ويبدو أن الأوكرانيين ما زالوا يتلقون الأسلحة الغربية بكثافة، وهي تؤثر بالفعل في مسار الحرب وفي التصدي للروس، وتكبدهم خسائر كبيرة، وتحول هذه الحرب التي كانت من بالأساس يريد الرئيس بوتين أن تكون خاطفة، وها نحن ندخل شهرنا السادس من هذه الحرب التي أرخت بتداعياتها على العالم أجمع، إن كان بما يخص مسألة الغذاء، وإن كان بما يخص مسألة الطاقة، وإن كان بما يخص المخاطر التي نجمت عن هذه الحرب. أذكر لك مثلا المحطات النووية والأخطار المحدقة بها، أذكر لك 6 ملايين أوكراني تركوا بلدهم وهم يعني متواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا التغيرات الجيوسياسية والاضطرابات التي تسببت بها هذه الحرب، الاضطرابات السياسية العالمية، وازدياد يعني الشرخ بين الدول الكبرى. نتحدث عن روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا، وبالتالي ظهور أيضا يعني مشاكل أخرى كجزيرة تايوان ومشكلتها مع الصين، وأيضا الولايات المتحدة التي أبدت إصرارها على الدفاع عن جزيرة تايوان، وبالتالي
باتت يعني بات هناك مشاكل جديدة. أيضا الاتفاق النووي الإيراني الذي تأخر بسبب الحرب الأوكرانية، وبالتالي أعتقد أنه يعني هذه الحرب ستخرج كل الأطراف ستكون خاسرة في النهاية، وهي تخسر كل يوم، كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، فإن كل الأطراف تتكبد خسائر كبيرة، وخصوصا أنها تتحول إلى حرب استنزاف. نحن بتنا نرى الآن القصف الروسي بات عشوائيا يا صديقي، بات اليوم عشوائيا أستاذ نبيل، يعني فيما يخص لم يعد هناك عمليات عسكرية محددة، لم يعد هناك إمكانية لحسم هذه الحرب. نرى روسيا تسيطر مثلا على لوانسك وقسم من دونيتسك، ثم نرى القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني يعود ليدافع ويعود ليسترجع المدن التي خسرها ويقصف. باتت القوات الأوكرانية اليوم تستطيع قصف القوات الروسية الموجودة في جزيرة. لكن اليوم مع كل هذه المعطيات، يعني الغرب وأوروبا تحديدا مقبلة على شتاء قارس، ما خياراتها لمواجهة موسكو أستاذ نبيل فيما يخص ملفات الطاقة التي تتحكم بها موسكو إلى الآن على أقل تقدير؟ يعني أستطيع أن أقول لك أن أزمة الطاقة في أوروبا ولو أنها موجودة والشتاء قادم وسيكون شتاء صعبا على غالبية أو على قسم من الدول الأوروبية، لكن المتضرر الأكبر ستكون ألمانيا بطبيعة الحال، لأنه يعني كما نعرف المجر مثلا يوم أمس شركة غازبروم قررت أن تورد النفط الروسي بشكل أو بمقدار أكبر مما كان متفق عليه، إذن لا مشكلة لدى المجر. في فرنسا لا تستورد سوى 10% من روسيا، وبالتالي هي تلقت يعني البدائل بشكل فوري من الإمارات. نحن نعرف أنه الأسبوع أو قبل أسبوعين الإمارات قررت توريد المزيد من النفط لفرنسا. أيضا إسبانيا عقدت يعني اتفاق، هي وإيطاليا عقدت اتفاق مع الجزائر لتوريد المزيد من الغاز الجزائري. أذكر لك أيضا خطة الأنابيب التي تورد أو التي يعني تسيل الغاز باتجاهين بين الشبكة الأوروبية التي تم العمل عليها مؤخرا، وأصبح بالإمكان توزيع الغاز بين الدول الأوروبية. يعني ألمانيا تستطيع أن تورد الغاز إلى عدة دول في البلطيق، وتستطيع أيضا أن تتلقى الغاز بنفس الأنابيب ذهابا وإيابا. أذكر لك مثلا المشروع الذي طرحه أولاف شولتز قبل أيام، وهو إقامة شبكة أو إقامة خط نقل غاز من إسبانيا يمر بأوروبا الوسطى وفرنسا وإيطاليا ويصل إلى ألمانيا، وبالتالي يعني الأوروبيين يعملون على حل هذه المشكلة. ربما الشتاء القادم سيكون صعبا، لكن ليس الشتاء الذي بعده. صحيح. الصحفي نبيل شوفان، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ إلياس المر. أستاذ إلياس مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. تراشق الاتهامات وتبادل لها فيما يخص محطة زاباروجيا النووية، طبعا اليوم الغرب أيضا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد السماح لها بالدخول إلى هذه المحطة لعدم وقوع كارثة نووية. ما مصير هذه الاتهامات المتبادلة وهذه الاعتداءات بالقرب وعلى المحطة النووية أستاذ إلياس؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك. بالحقيقة هذه الأمور تأتي في معرض يعني محاولة أوكرانيا بأن تقوم ببعض الأعمال الضغط نتيجة الخسائر العسكرية التي تتكبدها، بعض محاولة الضغط على الشركاء الغربيين من أجل التدخل لمصلحتها بعد الفترات، يعني بعد أن اختبرت أوكرانيا التخلي الغربي عنها وضعف محاولات الدفاع ومحاولات الإمداد على مستوى الأسلحة وعلى كافة المستويات. فتحاول أوكرانيا اليوم أن تتخذ من المحطة النووية هذه كرهينة للضغط على الأوروبيين وللضغط على
على العالم الغربي بشكل عام. طيب اليوم يعني لا أفق لإمكانية التهدئة أستاذ إلياس بين الجانبين وعلى كل الجبهات، يعني نشاهد ونتابع تصعيد بالتصريحات، تصعيد في الميدان، تصعيد في الدعم العسكري المقدم لكييف. ما خيارات المجتمع الدولي لتهدئة هذه الجبهات ولعدم وقوع كوارث حذرت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ نعم، اسمح لي أن أعطيك يعني المشهد بصورة هيك بانورامية من أجل أن يكون واضح أمام الجميع. اليوم الحرب العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا هي تأتي ضمن إطار الصراع على الساحة الدولية. هي حرب محلية صحيح بشكل إقليمي، ولكن ذات مفاعيل دولية، بمعنى إنه الحروب في مطلع يعني القرن العشرين كانت على شكل حروب دولية، هي التي أسست للعالم آنذاك هي التي وزعت على أساسها توازنات القوى بين الدول آنذاك. الحروب اليوم تتخذ شكل آخر وشكل مختلف على أساس أنها حروب إقليمية وليست حروب دولية، حروب عالمية. الحرب في أوكرانيا تأتي بشكل بديهي وبشكل طبيعي كامتداد عن الحرب في سوريا، بمعنى أنه سوريا الشرقية تعرضت إلى هجوم غربي، أوكرانيا الغربية تعرضت إلى هجوم شرقي من ناحية، من أجل يعني هذا يأتي ضمن إطار الصراع على إعادة رسم التوازنات على الساحة الدولية. اليوم نتيجة الحرب في سوريا ونتيجة الانتصارات التي حققها المحور الشرقي في روسيا هي أدت إلى الدخول إلى أوكرانيا، أن يدخل الشرق إلى أوكرانيا. أوكرانيا الدولة التي تعتبر أنها حليفة للغرب، أنها حليفة للناتو، حليفة للولايات المتحدة. فإذا اليوم نحن نرى أيضا في الحرب الأوكرانية نموذج واضح كيف أن المحور الشرقي انتقل من حالة الدفاع عن النفس التي مارسها في سوريا وفي أكثر من دولة بالعالم، ولكن في سوريا بشكل ظاهر وبشكل واضح بتدخل مباشر من الروس وحلفائهم، إلى كيف انتقل المحور الشرقي إلى مرحلة الهجوم. انتقل من مرحلة الدفاع في سوريا إلى مرحلة الهجوم، إلى مرحلة المبادرة والإمساك في زمام المبادرة. فهذا يعني أن هناك تغير على المستوى الاستراتيجي في التعاطي مع الملفات الدولية. انتقل المحور الشرقي من حالة تلقي الضربات، من حالة الدفاع عن النفس، إلى حالة المبادرة والإمساك بزمام المبادرة والهجوم في أوكرانيا. اليوم واضح الصوت مسموع؟ نعم تفضل أستاذ إلياس. نعم، تعطي صورة للعالم بشكل واضح. هذه الصورة مفادها بأن الغرب لم يعد قادرا على حسم أي معركة، لا بحالة الهجوم كما حصل في سوريا، ولا بحالة الدفاع كما يحصل اليوم في أوكرانيا. ما الاستفادة من إطالة في القوى، في موازين القوى هي التي لا تسمح بعملية الحسم، هي التي لا تسمح للغرب أن يحسم لمصلحة أوكرانيا، وهي التي لا تسمح لروسيا أن تحسم بشكل سريع، وإن كانت المواقع والتموضع الروسي هو الأقوى حتما، وهو يعني المسيطر والمهيمن، ولكن عملية الحسم هي بحاجة إلى تفوق في القوة. هذا التفوق في الغلبة لم يعد موجود بين المحور، وهذا يعني أن المحورين الشرقي والغربي في العالم هم في حالة توازن وفي حالة تعادل على المستويات العسكرية وعلى المستويات السياسية وعلى المستويات الاقتصادية. فإذا نحن نتحدث عن تعددية قطبية متوازنة اليوم تتمثل في الحرب في أوكرانيا وفي عدم قدرة أي طرف من الأطراف بالحسم بشكل سريع، وإن كان هذا الحسم سيأتي حتما لمصلحة روسيا في يوم من الأيام. كيف ستنعكس أستاذ إلياس هذه الثنائية القطبية على مستقبل العالم ككل؟
ستنعكس بمرحلة حتما بمرحلة الرفض الغربي ومرحلة النكران الغربي لهذه التعددية القطبية ورفض الغرب لهذه التعددية القطبية. هذه المرحلة ستكون مرحلة تشنجات وحروب إقليمية على شاكلة الحرب في سوريا، على شاكلة الحرب في أوكرانيا، وسيشهد العالم حروب إقليمية في أكثر من منطقة في العالم، إلى أن يتخطى الغرب هذه المرحلة ويتقبل أن هذا العالم ليس ملكا للغرب لوحده، ولا يمكن أن يكون ملكا للشرق لوحده. هذا العالم لا يمكن أن يبنى السلام فيه إلا بالتعادل وبالتوازن الإيجابي، وليس التعادل والتوازن السلبي الذي نشهده اليوم في الحروب القائمة لناحية عدم القدرة على الحسم، بل التعادل والتعاون الإيجابي الذي يتمثل في تعاون هذا العالم، في توزيع ثروات هذا العالم، في مساعدة الشعوب في تحقيق مصيره، وعدم التدخل في مصائر الشعوب. هذا التعاون والتعادل الإيجابي يمكن أن ينقلنا من مرحلة الحروب الإقليمية إلى مرحلة السلام الدولي في يوم من الأيام. الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ إلياس المر، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.